السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي الغبية بقلب، عاملين ايه؟ ربكم تكونوا كويسين وفي احسن حال يا رب. طبعا حلقتنا ان شاء الله النهاردة فرجة حمام في السلكة، وازاي نقدر نتعامل مع الزغاليل ونشوف الدنيا مع بعض ايه. بس حصل معايا كارثة دلوقتي، هسيب لكم لقطة فيديو دلوقتي تبصوا عليها، حاجة بجد حاجة صعبة. اصعب لقطة لغاوي الحمام لما يخش يلاقي الذكر كده ميت على ظهره، قسما بالله العظيم انا لسه داخل دلوقتي لاقي ايه ميت على ظهره وعنده اكله وتحدقه جوه في المحضن عشان محدش يقول له حاجه. الذكر كان كويس ما كانش في اي حاجه وميته تمام. الريش ده لسه واقع الوقت وانا بقى ايه بكنس وزبدته هي. انا حاجه بجد حاجه صعبه، الذكر اكل وشارب وكل حاجه، وكان اخد النفايه وانا شلتها من عنده امبارح. بجد حاجة بتبقى صعبة لما تيجي تخش تلاقي ذكر زي ده ميت، ذكر حضان كمان. يعني الناس اللي غاوية الحمام الوزارة هتعرف، يعني ده عقرب أحمر بس كان شغال حضان ما شاء الله عليه، نيتايته اللي هي الأمريكانية السويدية. ربنا يعوض عليه. طبعا شفتوا الفيديو عامل ازاي، يعني اصعب لقطه لغاوي الحمام لما يخش سلكته او يطلع غيته يلاقي حمام ميتة في بابها من غير اي سبب. طبعا الذكر دوت انا حطيته في شنطة اهوت، طلعه فوق واشرحه واعرف سبب الوفاة بتاعه ايه. هعمل فيديو للتشريح سبب الوفاة، اللي عايزني انزل الفيديو دوت يكلمني عشان الفيديو دوت في حتت فيه مش هينفع ان انا ابينها تمام، وممكن انزله على الواتس. اللي عايزني اشرحه واعمل مثلا فيديو يكون سريع اجر الفيديو وهبعته للناس اللي محتاجه على الواتس رجاله تمام. لكن لو نزلته على اليوتيوب عشان الدم والكلام دوت ممكن القناه يحصل لها حاجه او اخد علامه صفراء او الفيديو يتمسح. نخش كده مع بعض نبص على السلكه كده مع بعض ونشوف احنا عملنا ايه جديد في السلكه. طبعا يا رجاله احنا الخمس عيون زي ما انتم شايفين اهو تمام، جبنا ذكر من فوق من الاوله اللي ابتديت لقيت خلاص ايه مجهوده قل، اشغله حضان تمام. جوزنا القص القشر بندق دول تمام، وجوزنا الفحميات، وجوزنا ايه تاني القشر بندق دول تمام، وجوزنا تاني القشر بندق دول، واللي جوزناه تاني الفحميات تمام. ايه تاني هنجوزه؟ اللي هنجوزه دلوقتي هجيب النتاية الزرقاء الازازية للذكر الصافي تمام، وهجيب النتاية البيضة للذكر الصافي الابيض، وهجوز يعني هجوز بقية الحمام. نخش كده مع بعض، صلى على النبي، اشترك في القناة، نجيب كده نبتدي ان شاء الله بالنتاية البيضة. دي نتاية صافية بيضة، ده برضه ما شاء الله كويسة. تمام بسم الله، ده الذكر ونبص عليهم الوقت. النتاية الإزازية دي نتاية إزازية هيت، شوف الزوم بتاع الكاميرا عامل ايه، ما علينا. دخلها الذكر بتاعها، طلع معطلها فيتامينات وعطلها كل حاجة تمام. نجيب ايه تاني معانا؟ اللي معانا تاني النتايه الفحميه بتاعت النتايه دي بتاعتي، الفحميه دي بتاعتي تمام، دي النتايه ديت بتاعتي تمام. نديها للذكر برضو بتاعته، القص دول بتوعي فرخي بسم الله. النتايه زي فش ازاي تمام. نجيب النتايه بتاعت الحاج عمرو اللبان ده الفحمية، دي الفحمية بتاعت الحاج عمرو اللبان، نديها للذكر بتاعها بسم الله. اعدل ده كريم خلاص. نجيب القشر بندقة بتاعت عمرو شريف النجار، الذكر بتاع الحاج احمد عثمان. ايه في الباب ده كريم اللي ورا ده بسم الله. الحمام كله زايف
كله شغال الوقت. نبص كده مع بعض على الزغاليل بتاعتنا. دول جوز زغاليل اشربوند اهمت، اهداء لمشتركينا وحبايبنا الرجاله ان شاء الله. ان شاء الله عضمهم كويس اهو. الزغلول بيرمي نفسه مش عايز يقعد. نخش جواله نبص على الزغلول الفحمي بتاع عمرو اللبان ما شاء الله. مش عارف الزوم بتاع الكاميرا في حاجة، نحاول نسيبه هنا نظبط الزوم مع بعض. مش عارف الزوم في حاجة بتهيألي. تمام، ده زغلول فحمي. ماشي، معانا تاني هنا زغلول ابن الصوافات. زغلول برضو ما شاء الله، زغلول برضو كويس اهو ان شاء الله. العلف ما شاء الله ظابطهم، بسم الله ما شاء الله. اخش جوه يلا نجيب الزغلول الطرطور الازرق من الطراطير ان شاء الله. برضو الزغلول طلع بصحة كويسة يا رجالة اهيت. تمام، ادخله تاني. طبعا احنا جوزنا الحضان اللي معانا الوقت فاضي، ادي قص، وطبعا الباب ده الدكر مات، هنجيب دكر تاني. ومعانا هنا دي واحد اتنين تلاتة اربع بيبان فاضيين، اربع بيبان فاضيين، هنضطر اللي احنا نجيب ايه، نجيب حمام حضان هنا. تمام، طبعا النتاية ديت تاكل علقة وهادية. الحضان دي هنجيبها نسيبها فين؟ نسيبها مع دول. خشي خشي يا بت، انت مش عايزة تخش ليه؟ خشي اهو، اجي ادخلك انا يا اختي. تمام يا رجاله، عشان بس الكاميرا ممكن تفصل مننا. اي حد محتاج اي حاجه كومنت، ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واعمل لايك للفيديو عشان نوصل لكل الناس. بصوا انا ممكن عشان الكاميرا ممكن تفصل، ممكن اصور بالتليفون، الصوره ممكن تكون مش حلوه. تمام، ان انا اطلع عشان اكل الوقت الدكوره واكل الزق اللي فوق الاخماس واكل واظبط الدنيا، ومشرح الذكر دوت عشان اعرف سبب الوفاه ايه. ربنا يستر، بس انا شايفه اللي هو ما فيهوش حاجه، بس اللي انا حاطط فيه 99% من اللي انا عارف سبب الوفاه عفونه. بس انا شغال بمضادات السموم، وشغال بخلي تفاح، وشغال بكل حاجه، بس كل حاجه بتاخد من نصيبها، وكل حاجه مكتوب يومها، هتموت امتى وهتتولد امتى والكلام دوت. يبقى احنا نقول الحمد لله وربنا يعوض علينا خيره يا رب. اللي يروح يجي ان شاء الله احسن منه. الله اعلم، لو كان قاعد عندك حطيت تحت الزغاليل ممكن كان موت الزغاليل، كانت الزغاليل ماتت. لا مش اشكال، هو ذكر الحضان. اي حد عنده حمام مزار وعنده حمام حضان كويس ممكن يفرط في وزاره وما يفرطش في حضانه، وانا واحد من الناس. انا اهم حاجه عندي في السلاكه الحمام الحضان، الحمام الحضان هو اللي هيقوم لي الوزار. حمام الوزار انا مش عايز ان انا اتعب مجهود الحمام الوزار، لا انا عايز الحمام الوزار يكون بنفس المجهود بتاعه، يا دوب اخد منه حصوتين احضنهم واحط له حصوتين بلاستيك، يقعد اسبوع واشيل النتايه اقعدها في الخمس او في الباب بتاعها، تحديقها واخشن لها الاكل واظبطها. والذكر نفس الحكايه، الذكر عايز يعمل بيض، اقوم اخد البيض البلاستيك عينه على جنب واقوم قلب المحضن يقف عليه. اسبوعين هم الاقيهم تاني، او شهر هم الاقيهم تاني، مفيش مشاكل. ممكن تلاقيهم بعد 10 ايام، بعد اسبوعين، بعد 20 يوم، على حسب ما انت عايز. بس حاول اللي انت اول تاخد حصوتين يريح الذكر والنتايه حتى 10 ايام بالظبط. تمام يا رجاله، دي كانت حلقتنا ان شاء الله النهارده في السلكه. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.